وزارة التموين تنفي طرح السلع والمنتجات بمعارض أهل المدارس بنفس أسعار بيعها بالأسواق. وفي نفس السياق تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لطرح السلع والمنتجات بمعارض أهل المدارس بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات. وأكدت الوزارة أن معارض أهل المدارس تطرح كافة منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وذلك بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50%، وذلك لتخفيف العبء على الأسر المصرية وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة. وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمعارض أهل المدارس، والتي تبلغ نحو 142 معرضاً رئيسياً وفرعياً بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.